في واحدة انت تعرفيها بس ما تعرفهاش كويس. مين دي؟ ندى. ندى؟ بنت الغلبانة دي؟ لا دي مش غلبانة، دي بنت شريرة فعلا. اتكلم يا صراحة، انت قلقتني. دي حكاية كنت عايز اقولك عليها، بس تعال، علاقة بيها؟ كنت مش حاجة بالنسبة لي. ليه؟ ناقصك ايه؟ أنا آسف يا صفاء، آخر حاجة كنت أفكر فيها إني أجرح مشاعرك، وأنا متحمسة لها وعمال أعملها في خطط. كانت نزوة. نزوة؟ نزوة يا حقير، يا ندل، يا غشاش. صفاء دي كانت ليلة مش أكتر. ليلة؟ ومن ليلة طردك المطاردة دي تيجي وراك لحد البيت وتحرق لك العربية؟ مش كفاية إنك خاين؟ كمان هتبقى كذاب؟ مش شغلك. اسمي ده ما تجيبوش على لسانك تاني، فاهم؟ تعرف بس بتعملي ايه؟ هسيب البيت، لا قادرة اشوفك ولا اسمعك. اذا كان على حد يسيب البيت يبقى انا بقى. يا ريت. مش عارفه. طب ممكن اشوفها؟ اه اتفضلي. الحمد لله على سلامتك. فين صلاح؟ صلاح ايه دلوقتي؟ خلينا في اللي احنا فيه. منى من فضلك كلمي، خليه يجي. هو البركة فيك يا ندى، الحمد لله اهو راح، راح بمشاكله. هو ايه اللي راح ده؟ الجنين. رايحة فين؟ رايحة ندى. عاوزة حاجة؟ ندى.